Yeah. Okay. كنت جوج سعدنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس أمين الجميل في هذا البيت العريق في بكفية، ولقاءاتنا لا تتوقف بين القيادة الفلسطينية وفخامة الرئيس أمين الجميل. نقلنا لفخامته تحيات الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكل التقدير لهم جميعا، منهم لفخامة الرئيس أمين الجميل على المواقف الثابتة الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه كاملة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وكما أكد فخامته وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت، والتي أكد فخامته يجب عدم الخروج عليها قيد أنملة من قبل جميع الأشقاء العرب والدول العربية، فهي أصبحت جزء من قرارات الشرعية الدولية عندما ضمت إلى خطة خارطة الطريق واعتمدت في مجلس الأمن بقرار 15-15. وأكد فخامته أيضا على الرفض الكامل لكل لبنان بكل أطيافه بكل اتجاهاته بموقفه الرسمي والشعبي لما يسمى بصفقة القرن وتفرعاتها ومحاولات فرض هذه الخطة، فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وأيضا كما أكد فخامته التمسك الكامل والمطلق بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس أبو مازن، وهي التي تنطق دون غيرها باسم الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية وتعبر عن البرنامج الوطني الفلسطيني. كما أكد فخامته على ضرورة التنسيق المشترك من أجل سواء أولا بين القيادة الفلسطينية وفخامته ومنظمة التحرير والقوى اللبنانية ومن ضمنها حزب الكتائب للتحرك على الصعيد الدولي وأوساط الرأي العالمي
من أجل خلق تيار واسع أكبر مما هو قائم الآن والذي بدأ ينمو، من أجل كسب الرأي العام العالمي بما فيه الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما هي، لأنها لم تأتي صدفة وإنما جاءت نتيجة حوار. ويعني كل هذا شكرنا فخامة الرئيس، يعني بصراحة أقول هناك تطابق كامل في فهم طبيعة الصراع وطبيعة إيجاد حلول سياسية لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق التمسك بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أستاذ أحمد، ما هي آخر المعطيات بضوء الرفض اللبناني والرفض الفلسطيني لصفقة الأرض من بعد مؤتمر البحرين؟ يعني مؤتمر البحرين ولد ميتا، ولعل مقاطعة فلسطين ولبنان وتمثيل خجول من بعض الأشقاء العرب يؤكد كما تعترف الدوائر الإسرائيلية والدوائر الأمريكية أن ورشة المنامة ولدت ميتة. وعلى رأي بعض الإسرائيليين العريس والعروس غير موجودين، إذن لماذا؟ وكوشنر في خطاب الافتتاح قال بالحرف الواحد: لا نستطيع أن ننفذ ما سيتمخض عنه مؤتمر البحرين من قرارات اقتصادية دون التوصل إلى اتفاق سياسي. وهو حاول بورشة البحرين الالتفاف على عجزه بطرح صفقة القرن. لذلك نحن واثقون، وكما قال أيضا الرئيس أمين الجميل، ما دام الفلسطينيون يقولوا لا ويرفضوا وأشقاؤهم العرب يقفوا إلى جانبهم، لن تستطيع الولايات المتحدة من فرض مشاريعها المرفوضة.